صورة بتقدرني من مخيم الوحدات هي تلك الخيمة التي كانت من مثابة الصف المدرسي، حيث نجتمع مجموعة من الطلبة على تلك الأرض المبتلة في الشتاء، ونتقاسم كل 5 أو 6 طلاب كتابا واحدا. تلك لحظة خاصة أنا أعتقد ظلت في ذاكرتي. لحظة الوصول للمخيم، يعني أنا كان عمري ربما 3 سنوات، لحظة أنا بعتقد أنها هي لحظة الصفر الحقيقية. كان شتاء وكان ضباب فعلا يلف المخيم تماما، كل الجهات مختفية كما لو أننا يعني نعيش لحظة لا نملك فيها أي اتجاه. ولم نزل أنا باعتقادي حتى اليوم نبحث عن تلك الجهة التي يعني يمكن أن توصلنا إلى وطننا في ذلك الغموض الذي للأسف لم يزل يلف حكايتنا حتى اليوم. الخمسينات تم اكتشاف الفوسفات في مدينة الرصيف، فاجتذبت معظم الشباب اللي فقدوا أرضهم وبلادهم في فلسطين بعد 48، ومنهم أبوي، وقدموا للبلد واشتغلوا وبنوا بيوتهم وشكلوا نواة لمدينة الرصيف. وأثناء العمل صار في حوادث ويموت فيها عمال، العامل اللي يموت يدفنوا في حرم الشركة في منطقة، واللي شكلوا نواة لمقبرة اللي امتدت حتى أخذت كل مساحة الشركة. لما نضب الفوسفات من الشركة رحلت الشركة وبقت المعدات مهترئة وصادئة، وشكلت مقبرة ثانية في البلد. في جنوب البلد في هناك مقبرة ثالثة تشكلت من السيارات القديمة والسكراب. مدينة محاطة بثلاث مقابر، هاي هي مدينة الرصيفة. هنا نشأت، هون درست، وهون تعلمت الموسيقى، وهون أسسنا فرقة بلدنا وانطلقنا لسمعنا صوتها على كل أنحاء العالم. معلم مجدي طلع اعطيني 5 14 12.
بعتقد هي طيور الحذر هي سيرة ذاتية بشكل أو بآخر، لكنها سيرة ذاتية معكوسة إلى حد ما في بعض النقاط. لكن إذا ما تناولنا مسألة وجود الأم، وجود الأب، يعني حتى أنا أسميت الأم عائشة باسم أمي والأب علي باسم أبي، ثم أن ربما عمر الطفل الذي يصل إلى 13 سنة هو عمليا عمري في تلك الفترة. هلا ما حدث في طيور الحذر أن بعض الأشياء تم عكسها حتى تحدث ذلك الأثر الفني والعمق المطلوب في العمل. وأهم شيء هو علاقة الطفل بالطيور، فبدل أن يصطاد الطفل الطيور ويأكلها كان يصطاد الطيور ويعلمها الحذر ويطلقها حتى لا يستطيع الأولاد الآخرون اصطيادها من جديد. في 1974 تخرج محمد الرحال من معهد الفنون الموسيقى وقرر تشكيل فرقة، ولأنه ما في عازفين في الصيفة قرر يدرس مجموعة من الشباب حتى شكلوا فرقته. فدعينا أنا وأصدقائي لنتعلم موسيقى، رحنا وبلشنا نتعلم. صدف أنه صديقي سهيل البكري كان محول صناعي وبيشتغل وبعمل فلوس، فبهالمناسبة أهداني كمنجة، وكانت أول آلة موسيقية بمتلكها. وكنت أنا وكمال أبو طالب الوحيدين اللي تعلمنا موسيقى، وباقي الشباب ما حد فيهم تعلم. ومحمد الرحال ما شكل فرقته، وإحنا بس اكسبنا أن تعلمنا الموسيقى وأصبحت عازف كمانجة. بعد ما كنت مطرب المدرسة أصبحت كمان عازف الكمان. يعني هو قرار الكتاب الجاد ربما أدركته متأخرا، لأنني في المرحلة الثانوية وما بعدها بقليل توجهت للكتابة باللهجة العامية وكتبت الكثير من النصوص باللهجة العامية. لكن التحول الأساسي أنا بعتقد حدث في حياتي هو بعد عودتي من السعودية. يعني حينما عدت من السعودية أدركت، وقد كنت بدأت أنشر في السعودية هناك مجموعة من القصائد، ومجموعة من القصائد التي يعني فوجئت أصلا بأنها نشرت. وكان الشيء الغريب أنني كنت أعيش في منطقة بمنتهى القسوة، لكنني كتبت قصائد متأثرة إلى حد كبير بأجواء الشاعر الهندي العظيم طاغور، عن جمال القرية وحياة القرية وتفاصيل القرية. وكانت يعني أنا أعيش في قرية مسحوقة وأكتب عن قرية بمنتهى الجمال. تعلم الموسيقى عرفني على مجموعة من الموسيقيين اللي كانوا من فوج محمد الرحال، وكان منهم صديقي وضاح زقطان اللي كان عنده هاجس تشكيل فرقة بتقدم أغنية مختلفة عن السائد. تهيأت له الفرصة هذه بالـ 77 لما اشتغل في نادي للأطفال، فشكلنا فرقة، يعني شكلنا فرقة بلدنا واللي كانت مجموعة من الأطفال. في 78 ارتأيت أنا وضاح أنه نوسع الفرقة، أنه ما تكونش بس فرقة أطفال. فتوجهنا لمجموعة من الشعراء في رابطة الكتاب وطلبنا منهم يزودونا بقصائد حتى نغنيها. وفعلا يعني تجاوبوا معنا معظم الشعراء اللي توجهنا لهم، كان منهم يوسف عبد العزيز ومحمد الظاهر ورزق أبو زيني وإبراهيم نصر الله أيضا، اللي توثقت علاقتنا فيه بشكل أكبر فيما بعد، وأصبح جزء من تشكيلة الفرقة. لم يعد يعني شاعر بس يكتب للفرقة أغاني أو قصائد، إنما يعني توطدت العلاقة معه بحيث أنه أصبح جزء من تشكيلة الفرقة الأساسية. اللقاء الأول مع فرقة بلدنا تم يعني بعد عودتي من السعودية بعام واحد. كانت الفرقة في تلك الفترة تغني أكثر للأطفال يعني ومراكز الأطفال، لكن ما حدث يعني أنه بدأ هناك
تحول ما كان هناك وضاح سقطان يعمل في هذه الفرقة ويلحن لهذه الفرقة مع كمال خليل. انتقل وضاح زقطان إلى بيروت، فبدأ كمال خليل يواصل العمل في الفرقة ربما باتجاه آخر. طريق الزركة طول عمره طويل أظني، بس أظن اليوم هذه كمان شوي، بس الواحد كمان لما يتعود عليه مرات يعني بصفي هيك جزء كأنه من مشوار بيتي، يعني مش أكثر من هيك. يعني بالتأكيد هو بجوز هذا الطريق بعرفه أنا من الطفولة، لأنه صحيح كنا نروح ومشي للصيفة، يعني كان في زمن سيل الصيف اللي كنا بنصيد فيه سمك، فكون بجوز يعني أكثر من نص الطريق الواحد يروح ومشي. لكن يعني فيما بعد صار روحه لسبب تاني اللي هو اللقاء مع فرقة بلدنا والفنان كمال خليل، واللقاءات هاي استمرت سنوات وسنوات، يعني بشكل أسبوعي كان، يعني كل يوم أربعة يكون في لقاء، وهو عمليا لقاء مش بس لقاء فقط، يعني هو كان لقاء عمل بكل ما بتعني الكلمة. كفص الموج عاش في بحر هو الأزرق مجنى، غني يخبر الشهر عك روح للبر بيد الخطر عن ورد عن شباك عن فكرة وصور عكا اسم الأرض.
أصبحت الفرقة في 88 تزعج الجهات الأمنية، لأنه صاروا بعد كل حفلة ينتظروا مظاهرة، وكانت يعني كانت الحالة كثير مشتعلة في الشارع الأردني بشكل عام، والناس بدها يعني بأي شكل من الأشكال كانوا يعني يظهروا تعاطفهم مع أهلنا في الداخل ومع الانتفاضة بشكل خاص. فكانت يعني أصبحت الفرقة تشكل إزعاج، وصار بأي شكل مش لازم نغني، يجينا تهديدات بشكل فردي إنه بنصحكم ما تطلعوش الحفلة هاي، يجينا شرطة على البيت يقول بيسلم عليك فلان بيك وبيقول لك ما تروحش الحفلة التغت، بنروح على مجمع النقابات نغني من لاقي المجمع محاصر من أجل منعنا من دخول المجمع، الناس في المجمع بدهم يمنعوا الفرقة تفوت، فبنضطر ندخل من الباب الخلفي، بتفاجأوا إنه الفرقة على المسرح وبتغني، فيعني يجن جنون الضابط المسؤول عن منعنا من إن نوصل على المجمع، وبمسك الدرمز وبرميه بشكل هستيري. كل هاي الأساليب ما يعني ما وقفتنا عن المغني. لما اضطروا يستدعوني لإدارة الأمن الوقائي وتهديدي بأنه يعني لازم توقف. لقينا إزاز مكسور، إزاز الباب وإزاز باب غرفة أمي وإزاز البلكونة، أغراض مكركبة وفي كل مكان يعني. فلقيت أمي وستي قاعدين بيبكوا، فأنا يعني قعدت أبكي بس مش فاهمة ليش يعني ولا إيش الموضوع. إجوا على البيت مجموعة بعرفش عددهم يعني، كانوا كسروا الباب على يعني أمل يلاقوا المفتاح في الداخل، ولفوا عن البلكونة الخلفية لغرفة النوم وحاصروا البيت ودخلوا واعتقلوني هذه الليلة. المفاجأة أنه بعد اعتقالي الفرقة ما وقفت. فترة اعتقال كمال كانت فترة قاسية، أولا يعني لديك فنان وموضوع بالسجن ومكانه ليس السجن يعني، ومن العيب أن يكون هناك فنان في السجن. فحينما ذهبت لزيارته أول مرة اكتشفت أنه طبعا من المستحيل أن تدخل أي قصاصة إلى داخل السجن، لكن اكتشفت أن هناك بعض الصحف تدخل في السجن. مش سهل تدخل قصيدة أو أغنية، لازم يدخل، لازم ألحن، لازم أشتغل. لما زارني إبراهيم بعد السؤال عن الأخبار فقلت له أنا أخبارك بتوصلني لأني بقرأ عمودك اليومي في جريدة صوت الشعب يوميا. قال لي كيف؟ قلت له الجريدة بتدخل عندنا كل يوم. بعد 3 أيام بتفاجأ رفاقي بالسجن بيحكوا لي هاي إبراهيم بعث لك رسالة اليوم. هلا لم يكن قد سبق لي أن نشرت أي نصا أي نص بالعامية في جريدة، لكن وجدت أن هناك يعني منفذ يمكن أن نوصل القصيدة عبره إلى كمال وهو في السجن، هو أن ينشر هذا النص. وفعلا بدأت بنشر بعض النصوص مثل الوطن من لون الناس والسجن لون الحراس، وكان لها معنى كبير لأنه كمال دخل السجن. لحنت الأغنية، وفي الزيارة القادمة لزوجتي وأخوي وأولادي على شبك الزيارة حفظتهم إياها، فحفظوها كل واحد حفظ مقطع منها حتى لأنها طويلة وتسهل عملية حفظها، وفي الحفلة القادمة غنوها. بعدين خلصت الروضة، دخلت على المدرسة، بالمدرسة بلبسونا مريول، فرحت أمي لبستني المريول الأزرق وأخذتني على السجن عشان أفرجي لأبوي المريول. مهما يحبسوا الأنفاس والعيون كل
بنادقنا المفاهات بيوم الزفر. تشحيت إذ يسقط الحاكم العربي وإذ ينحدر أن يحب التراب ليصعد من وحش هذه الحفر وأن يصبح الشعب لا حاكم الشعب كف القدر. تشحيت يوما تكون الشوارع فيه ولو ساعة للبشر وأن يبدأ لنا عرس على أعين المخبرين ونعلن من أمام العربية يعني قرار منعي من السفر تم في عام 85 يعني قبل 3 سنوات من واحدة من الأمسيات المهمة التي حدثت في عمان وكانت بمناسبة يوم الأرض وأقيمت بالقاعة الكبيرة في مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بعمان. كانت أمسية استثنائية أنا بعتقد لأنه كان العدد كبير التفاعل كبير وبالتالي كانت يعني أمسية من أمسيات النادرة. الآن قرأت فيها قصيدة جديدة كان عنوانها أوراق من مفكرة شارع عربي خلال الانتفاضة وأقارن فيها بين الشارع العربي والشارع الفلسطيني المتأجج في تلك الفترة. أثر الأمسية كان كبيرا لدرجة أنه يعني على المستوى الأمني كان هناك إصرار يعني أن يأخذوا القصائد على الأقل لكني رفضت يعني قلت أنا دخلت بالقصيدة وسأخرج والقصيدة تحت إبطي. وبعد تلك الأمسية مباشرة يعني انطلقت مظاهرة كبرى من جبل الحسين إلى عمان. Thank you.